لازم نكتبها كم مره؟ يعني انا عديتها مع ادبي ارد عدها مع ثاني ثانوي؟ لازم عداش مع ثاني ثانوي. شو لازم اعمل اذا؟ نطرحها نكتبها بشكل علمي. هالسيارات ضل حافظين الارقام. اول شيء لام ادبي لحالها الادبي كلهم 130 واحد على 192 صح؟ هذا الادبي لحالهم. طيب ثاني ثانوي لحالهم قديش؟ كلهم ثاني ثانوي 87 على 192. طيب ادبي مع ادبي وثاني ثانوي مشترك كم واحد؟ المشترك كانوا كم واحد؟ 60 على 192. في هاي الحالة أنا ما بدي هاي لحالها ولا هاي لحالها ولا هاي لحالها. شو بدي أنا؟ بدي هاي أو هاي. معناته بجيب الأولى زائد الثانية ناقص التقاطع. التقاطع ما بدي أحسبه لأن بحسبه مرة ما بحسبه مرتين. إذا هون بهاي الحالة إيش راح يطلع معانا؟ إنه الاتحاد لام حا واحد اتحاد حا اثنين إيش راح يطلع؟ 130 اللي هي احتمال انه يكون ادبي على 192 زائد احتمال انه يكون ثاني ثانوي اللي هو 87 على 192 ناقص 60 على 192. لانه 60 لازم تنعد مره واحده ما بصيرش تنعد مرتين. انا عديتها مرتين، عديتها مع الثاني ثانوي وعديتها مع الادبي، ما بصير اعدها مرتين، لازم اعدها كم مره؟ مره واحده عشان اكشلتها. وصلت ولا يعني؟ طيب نخش على موضوع تاني. ترى انا بتقبل منكم اي سؤال، بدكم سؤال اسالوا. اذا عندكم سؤال في الكتاب حابين تعرفوا جوابه بنجاوبكم عليه. ما سالتوش بصير مطلوب. كله مطلوب. على فكره الاحتمالات من اصعب الدروس، يعني درس صعب مش سهل. وسهل جدا تتلعب في الاسئله فيه. جدا سهل تتلعب في الاسئله. لا لا انا بجيب عادي، بجيب اللي بشرح، بجوز اغير الصيغه شوي بس، اما ما بعقدهاش. لو بدنا نجيب اسئله فنيه والله حتى لو تلشتم انتم، تلشتم انتم بالرياضيات. خلاص لا سهل ان شاء الله، ان شاء الله سهل. يلا نكتب عنوان جديد، قوانين الاحتمال. أول قانون، هذول سهلات. شوف لما يجي على القوانين أنت بس بتطبق على القانون، بس كون حافظ القوانين. هن كلهن أربع قوانين سهلات جدا. القانون الأول احتمال وقوع الحادث زائد احتمال عدم وقوع الحادث يساوي واحد. شو حا فوق الخط؟ هاي متممة حا. بالعربي لما نقراها ما بنقول متممة حا هون في الاحتمالات، بنقول الأولى مثلا احتمال وقوع الحادث، الثاني شو نحكي عنها؟ احتمال عدم وقوع الحادث. يعني الحادث مع متممته بيسووا الفضاء. هي من وين جاي أصلا؟ القانون الثاني، طبعا من هذا القانون جماعة بنطلع قانونين صح؟ ولا ما بتعرفوا المعلومة؟ دائما اي شيء فيه يساوي في الرياضيات بشكل معادلي على طول بطلع قانونين اضافيات. كيف؟ لو بطلع لام حا لحالها حالها، لام حا لحالها، بقول واحد ناقص متمم. طب لو لام حا متمم لحالها واحد ناقص، خلاص بدون نحكيها. بس اني قانوني يعني اني من القانون هذا بطلع. القانون الثاني انه لام حا واحد اتحاد حا اثنين، الاتحاد بشكل عام شو بيساوي؟ بيساوي احتمال الحادث الاول زائد احتمال الحادث الثاني ناقص احتمال التقاطع. احتمال الحادث الاول زائد احتمال الحادث الثاني ناقص احتمال التقاطع. رقم ثلاث احتمال حا واحد ناقص حا اثنين، اكتبوها بالطريقة هذه. هاي كيف اقراها بالعربي؟ اكتبوها بالعربي عندكم لان مش راح اكتبها انا. احتمال وقوع حا واحد او الحادث الاول، يعني احتمال وقوع حا واحد و
حطوا 100 خط عند كلمة وا، و عدم وقوع الحادث الثاني، و عدم وقوع الحادث الثاني. اكتبوها بطريقة ثانية يا جماعة، اكتبوها هيك، الحادث الأول و تقاطع، الحادث الثاني متمم. اقروها هسه هيك، صارت كيف؟ احتمال وقوع الحادث الأول وعدم وقوع الحادث الثاني. شو بيساوي القانون تاعها؟ يعني أنا ممكن أكتب لكم إياها يا إما لامحة واحد ناقص اثنين، أو أكتبها لامحة واحد تقاطع حادث اثنين متمم. إيش بيساوي هذا كله؟ شو بيساوي؟ بيساوي لامحة واحد ناقص لامحة واحد تقاطع حادث اثنين. هذه العملية ليست تبديلية، يعني لو عكست لسه مش قانون جديد، نفس القانون بس بدي اعكس، بدل ما اقول ح1 ناقص ح2 بقول ح2 ناقص ح1، شو بتغير؟ يعني هيك بدي اعملها، لام ح2 ناقص ح1 شو بتغير؟ بتغير هيك، لام ح2 تقاطع ح1 متمم، اللي هي ايش بتساوي؟ اللي بتساوي لامحة اثنين ناقص لامحة واحد تقاطع حا اثنين. طب ليش ما كتبت لامحة اثنين تقاطع حا واحد؟ ما هي نفسها. لا، التقاطع تبديلي، التقاطع تبديلي، فلامحة واحد تقاطع حا اثنين هي نفسها لامحة اثنين تقاطع حا واحد، فما بتفرق معانا. لحد الآن احنا سوينا القانون الثالث، القانون الرابع والأخير، إذا كان انتبهوا هذا القانون فيه شرط، له شرط، ما دام له شرط، إذا الشرط ما وجد القانون لا تستخدمه. مرة ثانية، ما دام في شرط إذا لا يجوز استخدام القانون إلا إذا تحقق الشرط. إذا كان حا واحد وحا اثنين مستقلان، هسا بنشرح شو يعني مستقلان، فإن لامحة واحد تقاطع حا اثنين يساوي لامحة واحد ضرب لامحة اثنين. لاحظوا القانون الوحيد اللي تكلمت فيه بدايته، حطيت في بدايته لامحة واحد تقاطع حا اثنين، مين هو؟ المستقلان بس. اللي قبليه ما كنت كاتب التقاطع، بس التقاطع كان موجود من ضمن القانون، ما كان يعني مش بادئ القانون بلامحة واحد تقاطع حا اثنين، لكن كل واحد من هذه القوانين انت في عندك عناصر له، صح ولا لا؟ انا بعطيك ثلاثة منهم انت بتطلع الرابع، انا بعطيك ثلاثة وانت بتطلع الرابع، اذا كانوا ثلاثة عناصر بعطيك اثنين بتطلع الثالث، وهكذا. هيك الفكرة تاعت القوانين. مثال ناخذ امثله، ايش يعني مستقلان؟ طيب حكينا ايش يعني مستقلان. شوف كلمه مستقلان يعني الحادثان غير مرتبطين ببعضهم البعض، يعني الحادث الاول ما بياثر على الحادث الثاني. مثال لما اثنين بيرموا على مرمى فيصيبوا هدف، انا دقه اصابتي 70%، انت دقه اصابتك 90%، انا صبت اخطات، شو احتمال انك انت تخطئي؟ مانيش علاقة فيك. شو شكل بتقولي؟ هاي معنى مستقلة، هاي معنى الاستقلال، الاستقلال المحادثين ما بأثروا على بعض. رح نأخذها مرة ثانية لما نيجي نأخذ السحب، مسائل السحب المرة الجاية إن شاء الله ذكرنا فيها، إنه مسائل اللي هي السحب، في مسائل السحب نتكلم عن الاستقلال وعن اللي يسمونه الارتباط أو الشرط. في عندي كمان مصطلح مهم جدا نعرفه، اللي هو اللي نقول حادثين منفصلين، يعني نقول إنه حا واحد وحا اثنين منفصلان، منفصلان ترى غير مستقلان، فرق ما لهش علاقة، لا لا، هاي مفهوم وهاي مفهوم، هاي إشي وهاي إشي. منقول إنه حا واحد وحا اثنين منفصلان إذا كان لام حا واحد تقاطع حا اثنين يساوي صفر. لا تعمل انت ولا اشي،
اللي بمشي على قد اللي بنكتب. يعني ايش اللي قلت انا؟ قلت اذا الحالتين المستقلين التقاطع بيساوي الضرب، انتهى الكلام. الان ايش يعني منفصلين؟ يعني التقاطع بيساوي صفر، خلاص لا تربط ايش ببعض. ما ربطنا احنا ايش العلاقه بين منفصلين ومستقلين مع بعض. مثال، ناخذ مثال نوعا ما هي اسئله بتيجي سهله، نوعا ما بتيجي سهله. شوف، اذا كان لام حا واحد اتحاد حا اثنين يساوي ستة من عشرة، ولام حا واحد بيساوي أربعة من عشرة، ولام حا اثنين بيساوي خمسة من عشرة، فاحسب لام حا واحد ناقص حا اثنين. ايش المعطيات؟ معطينا الاتحاد، معطينا الحادث الاول، معطينا الحادث الثاني، شو بده؟ بده الفرق بينهم. هسه القوانين قدامكم، ما راح اشتغل الا على القوانين. منين بدي اجيب انا؟ بدي اجيب من هالقوانين. من وين ابلش؟ القانون الثالث، شو هو القانون الثالث؟ بدي ابدا زي ما بتحكي انت. شو هو القانون الثالث؟ يعني في ناس بحبوا دائما يبدوا من المطلوب. شو المطلوب؟ المطلوب هذا احسب. بدي ابدا من هون انا. بصير. يلا خلنا نبدا. شو بيقول القانون؟ لام حا واحد ناقص لام حا اثنين. نكتب القانون. لام حا واحد ناقص حا اثنين بيساوي لام حا واحد ناقص التقاطع. مزبوط؟ هيك القانون بحكي. خلنا نسأل حالنا سؤال. هذا لام حا واحد ناقص حا اثنين عندي ولا مش عندي؟ ولهذا هو المطلوب. هذا المطلوب. خليه فاضي، سميه سين اذا بدك، لاني ما بعرفه قديش. طب لام حا واحد عندي ولا مش عندي؟ قديش؟ بكتب عليها أربعة من عشرة. فاهم شو بسوي انا قاعد؟ انا قاعد بعوض اللي موجود عندي بحطه كعدد، اللي مش موجود بتركه فراغ. ناقص التقاطع عندي. حطه فراغ، مش عارفه. اذا السؤال ليش اعطاني الاتحاد؟ عشان اطلع التقاطع. فهمتوا كيف اللعبه؟ ليش اعطاني الاتحاد؟ عشان اطلع التقاطع. اذا برد برجع من جديد كانها مساله جديده وبروح بمسك على الاتحاد. يلا نمسك على الاتحاد، نغير اللون. يلا لام حا واحد اتحاد حا اثنين شو بيساوي؟ بيساوي لام حا واحد زائد لام حا اثنين. معناته هاي القوانين بدك تحفظوها عن غيب عشان تعرف تشتغل عليها. يلا ناقص لام حا واحد تقاطع حا اثنين. شوف التقاطع حيبين عندي، صح؟ هلا المفروض الثلاث الباقيات تكون كلها موجودات. تعال نجرب نشوف. الاتحاد عندي ستة من عشرة، مظبوط؟ وعندي لام حا واحد قديش؟ أربعة من عشرة. وعندي هاي قديش؟ خمسة من عشرة. والتقاطع قديش؟ مش عارف. أنا أعطيتك فراغ بس عشان ما تلخبط السين وصاد، تركته فراغ يعني مش عارفه هذا. هلا هاي المعادلة الرياضية كيف بنحلها؟ نجمع الأربعة من عشرة مع خمسة من عشرة بطلع تسعة من عشرة. يلا نكتب خطوات تفصيلية. ستة من عشرة بيساوي تسعة من عشرة زائد ناقص الفراغ، مظبوط؟ طيب بعدين كيف نحل، كيف نكمل حل المعادلة؟ أيوة، يعني نودي مية لعند 6 من 10 ولا 9 من 10 ناقص 6 من 10؟ 6 من 10 راح يطلع بالماينس. وبنشيل الماينس من الاثنين مع بعض.
طب احسن لنا ننقل 6 من 10 لهون ونجيب هاي كلياتها على الجهه الثانيه بصير موجب، يعني بصير الفراغ هذا بيساوي 9 من 10 ناقص 6 من 10 شو بيساوي الجواب؟ 3. اذا هاي شو 3؟ هاي التقاطع. هاي هي التقاطع. طب 4 من 10 ناقص 3 من 10 قديش بيطلع الجواب؟ 1 من 10. اذا طلع ماينس معناته مخبص. احنا متذكرين شو بنحكي؟ حكينا انه من اساسيات الاحتمال انه الاحتمال لازم يكون صفر او مو يعني كسر اقل من واحد، اما مستحيل يطلع لا اكبر من واحد ولا اقل من صفر. وصلت الرساله كيف؟ صعبه؟ كمان مثال يلا سريع. كمان مثال، اذا كان لامحة واحد يساوي 4 من 10، لامحة 2 يساوي 7 من 10، فاحسب لام ح واحد اتحاد ح اثنين ولام ح واحد تقاطع ح اثنين متمم. أربعة من عشرة سبعة من عشرة، بس أعطاني هذول إنه لام ح واحد 4 من عشرة وذاك 7 من عشرة، وبدي اياني احسب هذول الاتحاد والفرق. اول حل بسويه دائما في مثل هاي الحاله شو اعمل؟ بكتب القانون. يلا الاتحاد ذكرونا فيه، لام ح واحد اتحاد ح اثنين شو بيساوي؟ لام ح واحد زائد لام ح اثنين ايوه ناقص لام التقاطع. يا سلام، يساوي قديش لام ح واحد؟ نرجع عليه نشوف نتأكد. 4 من 10 ضاك 7 من 10، 4 من 10 زائد 7 من 10 ناقص. طيب منين نجيب هذا الفراغ؟ والله السؤال ما اعطاني في شيء بالمرة. أيوة، هل المعلومات اللي في السؤال كافية لحل هذا السؤال؟ لا. لا لازم يعطيني شيء إضافي، لأنه إذا ما أعطاني أي كلمة إضافية على هذا الكلام ما بقدر احل السؤال. شو لازم يعطيني يا جماعه؟ شو لازم يقول لي كمان حتى يزبط السؤال؟ يا يقول لي انه ح واحد وح اثنين منفصلان، يا يقول لي ح واحد وح اثنين مستقلان. لازم يحكي لي واحده منين عشان ادخل القانون. طيب خلينا نجرب انه ح واحد وح اثنين مستقلان، يعني ذا مرتبطين ببعض. انا بتبني شايل كلمه هسه، شو بتبني بالحسابات الان؟ شو بده يترتب عليها حسابات؟ شو يعني مستقلان؟ نرجع للقانون الرابع اخر قانون، يعني لام ح واحد تقاطع يساوي لام ح واحد ضد لام ح. يا سلام عليك، خلص صفه، معناته انحلت مشكلتنا. مش هون كان في عندي فراغ وحكى لي انه مستقلان فوق؟ إذا برجع بكتب بس هنا بدل المربع هذا شو راح أكتب؟ راح أكتب 4 من 10 ضرب 7 من 10. هلا لو ما حكى لي كلمة مستقلان فوق ولا بقدر أحلها. طيب لو حكى لي منفصلان شو أحط بدل الفراغ؟ صفر. لأنه كلمة منفصلان احتمال التقاطع يساوي صفر. وصلت الرسالة؟ صعبة؟ الثانية لما نقول لام ح واحد تقاطع متممة ح اثنين، يلا ايش بيساوي؟ شو القانون بيحكي؟ خدنا له قانون هذا؟ والاول مرة بشوفه هذا. خاف الله، خدنا له قانون. هذا قانون لام ح واحد ناقص التقاطع. وننساش انه فوق حكى لي انهم منفصلان، عفوا مستقلان. اذا 4 من 10 ناقص 4 من 10 ضرب 7 من 10. طيب ما هو يا جماعه هيك راح يطلع جواب السالب، صح ولا لا؟ هو 4 و 7 28، 28 4 ناقص 28 بيطلع سالب 24. انتوا في شيء غلط ولا صح؟ هسه كيف بدنا نحسب الحسبه هاي؟ خلينا نحسب. هيا 4 من 10 ناقص قديش اكتب هون؟
أربعة من عشرة ضرب سبعة من عشرة قديش بطلع الجواب؟ 28. كيف بتطلع سالب يعني الجواب؟ تفضل تفضل. 28% مش 28. مثل هاي الحالة خلوا الآلات حاسبة معكم، بلاش تلخبطوا الدنيا، خلي الآلات حاسبة معكم، لأنه الفاصلة هون مهمة. صارت 4 من 10 كنا 40%، 40% ناقص 28 طلع موجب، طلع من فاصلتين لازم. وأنا بقول لكم 28 أنتوا راضيين راضيين علي، فبطلع جواب موجب، ما راح أطلع سالب ولا في شيء. خطأ نوقف لهم. المرة الجاي راح ناخذ عن السحب وندخل على الإحصاء. يعني 10 20%. 20%.